ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو قصير، ودي حاجه على غير عادتي بصراحه ان انا اعمل فيديو قصير، ولكن يعني حسيت ان انتوا عايزين فيديوهات قصيره فقررت ان اعمل فيديوهات قصيره. معلومه بسيطه كده وهنقولها بسرعه. في سؤال اتكرر كتير جدا منكم في الفتره اللي فاتت بعد ما نزلنا الباقات الجديده بتاعت شركه وي والعروض بتاعتها واتكلمنا كتير عنها. السؤال بيقول افضل على السرعه القديمه اللي انا عليها ولا اشترك على سرعه من السرعات الجديده؟ طبعا احنا عارفين ان الناس اللي على سرعه ال5 ميجا هتتحول تلقائي لسرعه ال30 ميجا، والناس اللي على سرعه 15 ميجا هتتحول برضو تلقائي لسرعه 30 ميجا، وكمان الناس اللي على سرعه 25 ميجا ساعه تحميل 100 جيجا يتحولوا برضو لسرعه 30 ميجا. طب ما علينا من الكلام ده كله، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا مين اللي هيتحول ومين اللي مش هيتحول، وقلنا كمان ان اللي عايز ما يتحولش السرعه بتاعته ممكن يتصل يقول لهم ما تحولها ليش عشان هي بتتحول تلقائي، فلازم تتصل قبل ما يعدي شهرين وتقول لهم ان انا مش عايز السرعه الجديده وعايز استمر على السرعه القديمه. بس احنا ما علينا من الكلام ده دلوقتي، احنا عايزين نعرف دلوقتي هل تستمر على السرعه اللي انت مشترك عليها ولا ترجع للسرعه القديمه بتاعتك هتبقى افضل وانسب ليك. الاجابه باختصار، لو انت هتقدر تنظم الاستهلاك بتاعك على السرعات الجديده اللي هي 30 ميجا ساعه تحميل 140 جيجا، لو انت فعلا هتقدر تخلي استهلاك عندك في البيت ما يعديش ال 140 جيجا عن طريق ان انت تحدد مثلا جوده اليوتيوب، ما تعملش داونلود كتير، تسيطر على الموبايلات اللي عندك في البيت، جميع الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو اللي هو بتاع ازاي تحافظ على الباقه بتاعتك، لو انت فعلا هتقدر تعمل كده وهتقدر تحافظ على الباقه بتاعتك وال 140 جيجا كفوك، يبقى حول طبعا، لان انت هتاخد 40 جيجا ساعه تحميل زياده وهتاخد 6 اضعاف السرعه بتاعتك. طيب لو انت الميزانيه عندك مثلا كبيره وعادي مش فارقه معاك ان الباقه لو خلصت تشحن باقه اضافيه او تشترك في باقه اعلى منها، برضو الحاله ديت برضو اكيد تشترك في السرعات الجديده تبقى افضل ليك واحسن بكتير جدا. طيب ايه الحالات بقى اللي انا افضل فيها على السرعه القديمه بتاعتي وما احولش للسرعات الجديده؟ زي ما احنا عارفين ان السرعات الجديده فيها عيب خطير جدا، وهي ان لما الباقه بتاعتك بتخلص السرعه بتقل ل 256 كيلو، يعني الانترنت مش شغال اصلا. الباقات القديمه بقى السرعه بتقل فيها ال 1 ميجا، يعني الانترنت بيبقى شغال بس بيبقى بطيء جدا، بس على الاقل بيبقى شغال ممكن يكفيك لحد اخر الشهر. فلو انت مش هتقدر تحدد الاستهلاك عندك في البيت ومش هتقدر تخلي ال 140 جيجا يكفوك، وكمان مش هتقدر تشترك في باقه عاليه او تدفع فلوس اكتر عشان تشحن باقات اضافيه، يبقى انصحك ان انت تستمر على السرعات القديمه وما تغيرهاش علشان تفضل مستمر بسرعه ال 1 ميجا بعد ما الباقه بتاعتك تخلص. بس كده الفيديو خلص. شفتوا بقى بقيت اعمل فيديوهات قصيره ازاي؟ قولوا رايكم في الكومنتات، هل الفيديوهات القصيره اللي فيها معلومات بسيطه حلوه ولا لا؟ يعني نعمل منها فيديوهات كتير ولا ما نعملش؟ يعني لما الاقي سؤال اتكرر كتير في الكومنتات والاجابه بتاعته صغيره جدا زي السؤال دوت، هل اطلع اتكلم عنه في فيديو صغير كده ولا اقعد ارغي واتكلم نص ساعه بالتفصيل؟ كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان برضو يوصلكوا كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.